تعالي كده بقى اما اوريكي طقم السفره القمر ده لسه جاي لنا جديد. طقم السفره الورده على رسم الشجره الترند، شايفه الجمال على الطبق الورده. طقم 60 قطعه ما شاء الله، تحفه تحفه يعني. وجمالها طبعا الطقم خفيف، اليد مطعمه، اليد مطعمه بالذهب، واليد هنا مطعمه بالذهب، شايفه التفاصيل ما شاء الله تحفه. طبعا الطقم الشجره ده ما شاء الله ترند، وتقريبا شكله كده مطول معانا صراحه، شكله حلو جدا. وده طبق الخضار زي ما انت شايفه كده، معانا منه 6، معانا بولة الشوربة، معانا منها 6، الطقم مختوم صيني، شايفة الجمال. طقم الشاي معانا 6 و6، انت شايفة التفاصيل ما شاء الله. الخامة بتاعته بصراحة تجنن فعلا، وانا شايفها على الطبيعة ما شاء الله. ما منجيبش محلنا الا احسن شغل. وده طبعا فنجان القهوة والطبق بتاعه قمر وجميل جدا. معانا القارب الكبير معانا منه قطعة، ومعانا القارب الوسط معانا منه قطعة. نشوف بقى اللبانة وجمالها بصراحة. مطعم السفرة بيطعم كده الذهب، بيبقى شكله في حتة تانية خالص، شايفة التفاصيل والجمال. كده معانا السكرية وجمالها ما شاء الله، ربنا يبارك يا رب، شغل عالي جدا. والأهم من ده كله بصراحة سعره محترم جدا. شايفة الجمال والشياكة، شايفة التحف، اليد مطعمة بالذهب، جوز البراد مطعم بالذهب، شكله محترم جدا.